تحية مجددا لكل مشاهدينا وكل متابعينا، بنتواصل معاكم من خلال فقراتنا. ويعني الفقرة القادمة لأحد المبدعين السودانيين، وماذا بعد الغياب؟ دي يعني رسالة احنا بنقولها للفنان اللي حيكون موجود معانا اليوم من خلال هذه المساحة، اللي يعني عاش 23 عام في الغربة، تحديدا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. يعني عطاء كبير وممتد ومختلف في هذه الفترة. أنا سعيدة جدا أن ينضم لي الفنان والمطرب عبد اللطيف مرغني حسن الريوة، اللي موجود معنا من خلال ظلال الأصيل. أنا بحييك وبحيي وجودك معنا اليوم، مساء الخير عليك. يسعد مساك ويا مرحب بين أغنة الشروق، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم يعني في أغنة الشروق. احنا اكثر سعاده، واحنا يعني امام تجربه مختلفه بالتاكيد، تجربه قنائيه فيها اعمال مسموعه، فيها اعمال خاصه. وانا دائما بقول الغربه دي يا ادتك يا خصمت منك. نعم. 23 عام في الغربه، انا بفتكر انه ده رقم كبير جدا. نعم. وفيه تفاصيل مختلفه. نعم والله، طبعا الغربه سلاح ذو حدين يعني. مرات يعني الغربه يعني بتحرك فيك حاجات، يعني زي الحنين للوطن وللأحباب وكده. حقيقة أنا الغربة استفدت منها، بالعكس أدتني كثير يعني، زي ما شالت مني خصمت مني، ولكن أنتجت فيها يعني كل يعني أعمالك أعمالنا الخاصة يعني أنتجت فيها أعمال خاصة كثيرة جدا. يقولوا كل الحاجات اللي كنا بنحس بها، المعاناة اللي بنحس بها، صحيح الترجمة تولد الإبداع. نعم بالضبط كده. أنا دايرة أجيب في اللغة بتاع الريوة ده. نعم. يعني أنا طبعا في البداية حاولت أفهم الريوة، الريوة يعني رجعت للإرتوى. فبتونس معاك قلت دي حاجة كده عكس العطش. والله من وين جاء اللقب؟ والله هو طبعا لغب، هو حقيقة كلمة الريوة دي، لكن أنا اسمي عبد اللطيف مرغني حسن محمد. والريوة دي حتى في ناس في عائلة اسمها عائلة الريوة يعني. يا سلام. يعني ناس كثير قايلين يعني برضو منها. نعم. منها. نعم. عرفتي كيف؟ صحيح. فمن ضمن الحاجات دي يعني يعني هو كان لقب من ناس الحلة يعني. صحيح صحيح. يعني طبعا الألغاب دي دائما هي بتكون موجودة في الكورة. نعم. مثلا في الأنشطة المختلفة اللي ممكن يعني يكون فيها ناس الحي بتشاركوا فيها في التفاصيل المختلفة، وعلى فكرة هي بتستمر يعني خالص. إحنا حنحيي كل المشاهدين وحنقدم عمل جميل ليهم، افتتاح للفقرة وهدية اليوم. والله هنقدم شنو؟ والله يا أنا بحب الأستاذ خوجة لي عثمان، يعني نترحم عليه ربنا يرحمه، عشان الناس تسمع شوية مسموع نغني له شوية. تمام تفضل. ما بنختلف، كيف نختلف؟ ما بنختلف، كيف نختلف؟ درسني بس قانون هوا، بحفظ حروف وحرف حرف، ما بنختلف. يا ليل يا ليل، أول بشيل الضمادي وبرس يكون حرف الوقف، أول بشيل ضماري وبرس يكون حرف الوقف، واكسر عيوني أمام عينيك يعني، واحفظ ملامحك بالوصف، أول بشيل ضماري وبرس يكون حرف الوقف، واكثر عيوني أمام عينيك
يعني واحفظ ملامحك بالوصف. انا ببكى زي غازي جميل اشكي وانفجن ابكي وقاعف. انا ببكى زي غازي جميل اشكي وانفجن ابكي وقاعف. ورجع الريد الزمان قالوا ان الناس خلف ما بنختلف ما بنختلف. درسني بس قانون هواك بحفظ حروفه حرف حرف ما بنختلف. شفاف انت شفاف 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 شفاف. شوفتك تفوت عليك اشقتك بعترف في سر في الغيب من سنين ما قايل الغيب بينكشف ما بنختلف. انا عندي لك سر من زمان من زمان. انا عندي لك سر من زمان من زمان. عايز اقول ومنكسف كل ما اقول قربت لك تلقاني بادي من الالف ما بنختلف. سامحني مرة سامحني مرة سامحني مرة اذا نسيت ما تبقى صارف. درسني بس قانون هواك بحفظ حروف وحرف حرف كيف نختلف. تحية وتقدير وشكرا للأداء الجميل. ويعني قبل انت تكلمت عن انه يعني القربة ادتك. خلينا نتكلم عن النشاط اللي ادتك ليه والغربه والحاجات اللي انت مثلا في الفتره دي قدرت تجهزها فنيا. والله حقيقه الغربه يعني ادتني بالذات في المجال الفني يعني انتجت كثير. يعني عملت ورابط يمكن قريب 20 عمل جديد من الالحان. لحنت للشباب لحنت لنفسي شغل خاص كثير. يعني منو من الشباب اللي يعني متميزين انت لحنت لهم؟ والله من الشباب في عندي عندك طبعا سمير حلف وشباب دفعتي برضه اصحابي. هسه عندي لون حاجات جديده جايبه برضه حاجات لون في مسنى عوض. في يعني كميه من الشباب اليوم التحيه في مهند. يا سلام اليوم التحيه. نعم. يعني دائما انا بقول انه الفنان لما يكون بيغني وبيعزف. نعم. دي جوده في الاداء طبعا يعني. نعم. فالفكرة بتاعت انك تجمع بين العزف وباللحن والتوزيع والأداء ويعني الغناء انا بفتكر انه دي حاجة عظيمة. نعم. وبتتطلب مجهود كبير جدا بالنسبة للفنان بالذات اللعب في الآلات. صحيح. يعني التعدد في الآلات.
يعني بيولد للإنسان بيكون عنده يعني ذخيرة كويسة يعني عن توظيف الآلات وكذا، بالذات في التوزيع وفي الحاجات يعني في الإنتاج. هسه بالذات الغني هسه بقت يعني صنعة يعني، بالذات يعني بتتطلب التوزيع والكذا، فلازم عشان تعرف توظف الآلات توظيف سليم لازم تكون ملمة بها يعني، لازم تحوم حول الآلات دي كويس يعني، على الأقل تعرف الإمكانيات بتاعتها. ده كلام جميل جدا. انا بفتكر انه هي الالات ذاتها يعني كل اله لما تكون عندك فرقه كبيره في الات في صوتات في حاجات زي دي، انا بفتكر انها تدعم العمل الفني دعم كبير جدا، اذا خصوصا الشخص عنده فكره في توزيع الموسيقى، عنده فكره في التلحين العزف على الالات وفي العزف ايضا على الالات. حنسمع عمل خاص من اعمالك جدا عبر قناه الشروق، وبنهدي لكل الساده المشاهدين وكل الأصدقاء في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله الله يسلمك. بحييهم من هنا المنطقة الشرقية، ذات أخونا نجم الدين حاروب يعني من الناس اللي وقفوا معي وقفة قوية، زول راي الموسيقي موهوب يعني. يا سلام. من هديه إحنا كمان اللحن. الله يباركه. كل الشباب وفرقة أصدقاء الألحان. يا سلام. حتقدم لنا شنو؟ طيب. أقدم روحي تلاهي مشتاق اشتياق اسمه كلمات والحان عبد الغول. تلاهي مشتاقة، روحي تلاهي مشتاقة، خطاي لهواك من الساقة، روحي تلاهي مشتاقة، خطاي لهواك من الساقة، شارع بيتكم المحبوب خلاص سويته الزقزاقة. أشوف جمال بلدي وأشوفك أنت يا السمحة، وأشوفك أنت يا سمرة لونك النايرة مني شالت القمحة مني، جيتك أشوف جمال بلدي وأشوفك أنت يا السمحة، وأشوفك سمرت لوني كالنايرة مني شالت القمحة مني، كفاية علي أراك بعيد، كفاية علي كفاية علي أراك بعيد، كفاية علي ومتع عيني بلمحة، روحي تلاهي مشتاقة، خطاي لهوى من الساقة، روحي تلاهي مشتاقة، خطاي لهوى من الساقة، شارع بيتكم المحبوب خلاص سويته الزقزاقة. مالك لو ظهرت ثواني عشان الفرقة لي مرة، عشان الفرقة لي وطلعت من الباب شوفتي حتى لو مرة، شوفتي مالك لو ظهرت ثواني عشان الفرقة لي مرة، عشان طلعت من الباب شفتي حتى لو مرة، شفتي لو طفت غشانا في يوم، لو طفت لا
لو 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 غشانا في يوم لو طفيت ترانا في المنام مرة روحي تلاهي مشتاقة وطاي لهواك من السام روحي تلاهي مشتاقة وطاي لهواك من السام شارعتكم المحبوب خلاص سويت الزعزاقة غايته ما بقدر عادك او الومك يا صغيرة ولومك شايفة ريتي عليكي نادرة ولا ريتي لي كتيرة ولا ريتي غايته ما بقدر عادك او الومك يا صغيرة ولومك شايفة ريتي عليك نادرة ولا ريتي لي كتيرة ولا ريتي برضي سارح في عيونك واري موجة الضفيرة برضي سارح في عيونك واري موجة الضفيرة برضي سارح في عيونك واري موجة شكرا لك نورتنا كثير واحد المؤسسين لكورال اطفال المنطقه الشرقيه. انا دايره اعرف الهدف شنو من تاسيس هذا الكورال وقدم شنو الانشطه اللي بيقوم بها. والله حقيقه كورال كان هو كورال بتاع برايم. من هنا انا بحيي ناس المنطقه الشرقيه وبالذات رابطه الجامعات والمعاهد الهنديه هم ناس من الروابط النشيطين جدا. صحيح. فمن هنا من عبركم انا بحييهم يعني تحيه شخصيه يعني وحييهم كلهم بدون فرز. هم ناس نشيطين جدا حاولوا يجمعوا كل اطفال العوائل عوائلهم وكذا. يا سلام. على الاقل يعني من الاهداف انه على الاقل الاطفال يبقوا مربوطين بالوطن يعني ويعرفوا حاجات عن السودان لانه في اطفال ما شافوا السودان خالص. صحيح. فمن خلال الاناشيد والاناشيد القويه يعني مش اي اناشيد اليوم نرفع راية استغلالنا وكذا حس زي الأيامات دي هم بيجهزوا للاحتفالات. كيف يتم التجهيز للاحتفال بعيد الاستقلال ودائما يعني أنا يعني لاحظت إنه الجاليات السودانية نعم. في مختلف الأماكن أو البلاد الخارج السودان هي بتكون فيها هب الاستعداد في هذه الأيام للاحتفال بالاستقلال. نعم. هم بالذات الناس البرة يعني ما تتخيلي كيف كمية الحنين للوطن والفرحة والفرحه بالذات يعني بكل يعني تفاصيل الحياه هذه. نعم يعني بيهتموا كثير جدا بالحاجات دي وبالذات للاطفال كانت حاجه يعني لفته بارعه منهم انه يربطون بالاناشيد. طيب عندك فكره لفرقه نادي الصافيه يعني هذه الفرقه برضو عندها مشاركات وكلم عن الفكرة دي وكيف يعني تقدم لها المعينات عشان تنطلق ويصبح أكبر. والله بالنسبة لنا الصيف أنا من هنا بحيي أخي وصديقي نزار الحميدي رايل ملحن ورايل عازف ورايل شاعر يعني ضليع ونشيط. أنا بحييه من هنا يعني هي فكرة أنه من خلال نادي الصافية كون فرقة يعني ما سهلة جمع فيها من خيرة العازفين والفنانين يعني. ففكرتهم يعني إقامة منتديات ومن خلال يعني وأنا بشكر برضو إدارة نادي الصافية كونه أتاحت لنا الفرصة دي. ومن ضمن الأنشطة
هسه بدينا خلاص حيكون في فصل لدراسة الموسيقى وكذا يعني من خلال الفصل ده يعلق الناس تتثقف موسيقيا يعني تعرف شغل الورق يعني. يا سلام أكاديمية. احنا حنديك فرصه لعمل اخير نختم به الفقره، لكن قبل كده ننحي كل الساده المشاهدين اللي تابعونا ورافقونا وتيم العامل الموجود معنا على يعني هذه الحلقه فردا فردا، ويعني الفقرات اللي كان موجوده معنا من خلال الابيات الشعريه الخاصه باحد الاماكن الكردفانيه الجميله جدا، شاعر محمد احمد ابو الحسن شاعر الدوبيت، وكذلك أفكار الشباب المختلفة الناضجة والنابضة بالحب والجمال خارج السودان في المشاركات الخارجية، المخرج الشاب السينمائي طارق مأمون الخندقاوي، وأخيرا الفنان يعني المختلف اللي موجود معنا من خلال هذه الحلقة عبد اللطيف ميرقني حسن الري. ويمكن دي كانت ملخص سريع لحلقة اليوم. أتمنى أن كل الناس اللي تابعونا ورافقونا استمتعوا معنا من خلال هذه الحلقة. شاكرين لكم جدا وكل التيم العامل، وحنختم بعمل أخير، كونوا دائما بخير. الأستاذ الشيخ شنبات بحكم انتمائي لشنبات رحمة الله عليه. حليل حليلي يا الزمان كنت مثال لطيفة يا مثال ما، حليلي يا الزمان كنت مثال لطيفة يا مثال ما، الدنيا تغير زيك الدنيا 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 تغير زيك الدنيا الزي سحاب راح حالة أصلة في معدن.
صدرك كان كتاب مفتوح وقلبك منبع طيب وحديثك كان برد الروح ليلك يا الزمان ومدينة وليت يا غالية زبدينا وين الريدة دي بسماتك الحال يوم حليل جبينك المطروح حليل حليلك يا الزمان كنت مثال لطيب يا مثال ما حليلك يا الزمان كنت مثال لطيب يا مثال أها الدنيا تغير زيك الدنيا 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 تبدل الزين